مشيت نعاود لكم واحد القصة مولاتها واقفة عليها وقالت لي باش أنني نحطها وباش تسمعوها وبغات النصائح ديالكم وتعاونوها. وقالت لي شنو نقدر ندير أنني حاصلة ديال بصح. السيدة في حالة هستيرية كتبكي وكتندب لأن فضيحتها فضيحة وشهتها. المهم غادي نبدا لكم القصة ديالها وغير بالسربة. كتقول ختنا مولة القصة سميتي كنزة والعمر ديالي هو 55 سنة. وهاد السيدة ما غاديش تعاود لكم على الطفولة ديالها، فقط غير غادي تقربكم منها شوية قبل الوفاة ديال الزوج ديالها لأنها سيدة أرملة. هاد المرأة هادي كتقول لينا بلي كانت عايشة حياتها عادية مع رجلها وكان خدام على برا وهي جالسة في الدار في الداخل في دارها. وليداتها قراتهم كبراتهم بما يرضي الله حتى لواحد النهار، هادي مدة دابا ديال 10 سنين باش فاتت هاد الحادثة هادي ديال الزوج ديالها. قالت لك بلي شي واحد النهار كانت جالسه مع ليها ما بيها حتى كتجيها الخبر، اللي الصراحه هاد الخبر هدمت ليها الحياه ديالها. كيف ما قالت هي هاد السيده هادي جا الخبر ديال حادث الزوج ديالها، دار واحد الحادثه تساير خايبه بزاف بحكم ان الزوج ديالها كان شيفور. جا الخبر بان الزوج ديالها تعرض لحادث تساير مميت، يعني مات مسكين الله يرحمه. نزلت عليها الخبر ديال رجلها بحال الصاعقه وما قدرش تصبر عليه. كانت والدة معاه وليد وبنية، والبنيتة كانت كتقرا عندها في الباك، اما الوليد كان عنده الكاترياب. المهم كيف ما قلت لكم ما عرفت مسكينه باش تبلات. سيده مسكينه بين عشيه وضحاها لقات راسها بلا راجل. الوقت اللي كانت هي يعني جالسه غير في الدار ما كتخدم ما كتردم وما عرفاش بحق الزمان. المهم قدروا نقولوا ليها شخصيتها ضعيفه على ما قالت على راسها هي. قالت لينا بلي انا الزوج ديالي الله يرحمه ويوسع عليه خلاني نكون إنسانة ضعيفة وبدون شخصية، هذا هو المشكل الكبير وخلاها يعني تعاني في الحياة ديالها كاملة. لأن المرحوم الله يرحمه كان كيمنع عليها الخروج والدروج وكان كيقول ليها انتي كولي وشربي وقبلي وليداتك وبلاصتك في دارك، ملي غادي تبغي شي حاجة غادي نخرجك ونساريك. كانت كتمشي غير هي والزوج ديالها وكتجي غير هي والزوج ديالها، وقليل بعض المرات اللي كان يعني كيخليها تمشي بوحدها. المهم هاد السيده هادي قالت بلي الزوج ديالها ماشي كان انسان متسلط ولكن كانت فيه الغيره الزايده، كيغير على ابسط الحوائج لدرجه ان العائله ديالها ما كانش كتشوفهم بحال ولد عمها ولد خالتها ولد امامها، يعني هادوك ولد امامها ولد خالها ما كانتش كتشوفهم نهائيا، ما كانوش كيعرفوا يعني كيعرفوها. ملي تزوجات وهي صغيره صافي بقات غير في الدار ديال الزوج ديالها، وحتى الا كانت شي مناسبة في العائله وكان داك الاختلاط ما كانش الزوج ديالها كيخليها، حتى لا خلاها مشات كتمشي هي وياه، كيدخلوا كيسلموا كياكلوا اللي قسم الله وكيخرجوا. ايوا صافي كيف ما قالت لي الاخت ديالنا انها كانت كدير الواجب فقط لا اقل ولا اكثر، ماشي بحال خواتاتها اللي كانوا كيمشيو يجيو عند العائلات ورجالاتهم عندهم الدنيا هانيه. كتعاود ان الزوج ديالها الله يرحمه كان يعني زامتها بزاف لدرجه ما كانتش مسكينه كتعرف الحياه كيفاش دايره برا. وبالنسبه للوالدين ديالها قراوها حد الزاد صافي وحبست القرايه وبقات غير في الدار. المهم اللي بغات توصل لكم انها ملي خرجت من دار باها دخلت لدار راجلها بقات هكاك مزموطه. وبالنسبه لعائله الزوج ديالها العجوزه ديالها وشيخه توفوا الله يرحمهم، خوت راجلها عنده خو واحد وبعيد واحد المدينه وحده اخرى، وبالنسبه للعائله الاخرى خوالو وعمام. المهم العائله ديال الراجل كامله مفرقين شي في مدينه اللي هي شي هنا، المهم بعادين عليهم. المهم ما عندهاش بهم شي علاقه اللي وطيده من غير خوه اللي كان كيجي عندهم ولا كتمشي لعندهم مره او خواتاتو. بالنسبه للعائله الاخرى ما كيعرفوها ما كتعرفهم صافي. المهم كتقول هاد السيده هادي الزوج ديالها كان حابسه في الدار كتخرج من الاذن والشوار، والا خرجت حتى كتخرج للضروره القصوى، الحمام ما كانش كتمشي ليه. المهم كاينين بزاف ديال العيالات اللي عايشين نفس العيشه. وبالنسبه للتهلو كيف ما كان راه مهلي فيها بداكشي اللي قد عليه، كان كيجي بداكشي المصروف اللي خاص لوليداتو والزوجه ديالو على حسب الاستطاعه ديالو. كتقول بلي كان ما خاصه معاه والو فقط الدار هي اللي ما كانتش عنده، كانوا غير كارين. نهار جاها الخبر ديال حديث زوج ديالها ما عرفت باش تبلات لدرجه بقات غا كدور في بلاصتها، ما عرفت لا فين تمشي ولا فين تجي. راكم عارفين المراه ملي كيموت ليها راجلها كيخصها بزاف ديال الاجراءات لا هبط وسيل هنا وسيل لهيه، مع العلم ان كما قلت لكم هذا الزوج عنده اخ واحد وعنده خواتاته كل وحده والظروف ديالها. وبالنسبه للام والاب ديال هاد السيده هادي عايشين ولكن كبار شويه في السن، واخا ما يمكن ليهمش يمشيو ويجيو معاها، عندها خوتها كبار ولكن نقدروا نقولوا انهم داينها في السوق راسهم.
قالت لي باللي وقفوا معاها ولكن غير واحد المده قصيره، وقالوا لي اختي دابا الا كنتي محزمه بحزام واحد تحزمي بجوج بجوج باش تقدري يعني تواكبي الحياه ديالك. هاد السيده مسكينه اضطرت انها تخرج تشوف، خرجت لواحد العالم اللي ماشي ديالها، يعني العالم لقاتو جديد عليها. اضطرت انها تسول هنا والهي، راكم عارفين وبلا ما نقول لكم الاجراءات ديال الطلاق والهبوط، وزيد الوليدات اللي مازال خصهم مصاريف ديالهم خاصه بيهم، وزيد المصروف ديال الكرا والضو والماء. المهم نتوما عارفين الحياه ضروري خاصه المدخول. سيده ما عرفت ما دير، زوج ديالها خلى واحد البركه ديال الفلوس ولكن قليله ما غادي يسقطها في والو. وبالنسبه للحادث السير اللي وقع ليه كان هو اللي غلط، على ما قالوا انه ده الناس ملي كان مسافر لواحد مدينه اخرى باش يدي واحد السلعه، وفاش داه الناس مسكين دخل في واحد الشجره اللي كانت كبيره، هو مسكين مات في البلاصه. اما جوج الناس اللي كانوا معاه في الكاميو مساكن كتب لهم الله عمر جديد، واحد كان بين الحياه والموت وواحد الحمد لله ما وقع ليه والو من غير انه تهرس من يديه بجوج. الزوج ديالها هو اللي كلا الدقه، حيت داك الشجره اللي دخل فيها كانت مقابله معاه هو. المهم هادشي اللي عاودت ليا على الزوج ديالها، وبالنسبه ليها هي مسكينه بقات كتلاو تهبط، ما عرفات ما غادي دير. في الاخير نعتوا لها واحد المحامي، قالوا بلي هذاك المحامي مزيان سيري انتو وشوفي كيفاش ديري، وراكم عارفين الاجراءات، ما بغاتش يعني تدقق في هاد المسائل بحال هادو. المهم هي حاولت انها تقربني من القصه ديالها وانا كنقربكم منها طبعا، غير انا بغيت نعاودها لكم بطريقتي حيت ما كاينش الوقت. صافي هي هذيك مشات عند داك المحامي اللي الصراحه وقف معاها وقال ليها شنو خصك ديري. المهم خسرات الفلوس اللي كانوا عندها في الطلوع والنزول، وبقات ربنا خلقتنا. بقات واحد المده كانوا الاعزاء كيجيو عندها، على ما قالت لي عائله رجلها جاو عندها اللي هي اصلا ما كتعرفهمش معرفه يعني شخصيه. حتى كيجي السيد كيقول ليها انا ولد عم راجلك، انا ولد خال راجلك، انا ولد خاله راجلك. هي ما عرفتش شي حاجه، مسكينه جاوها ناس غريب، جات الدنيا غريبه، جات الحياه في شي شكل. حتى لواحد النهار من بعد ما كملازو وداروا 40 وسالا كل شيء، وبكات محنات ولبسات على رجلها البيض، ودوزت واحد الاسبوع جات عندها واحد مرت عم راجلها. هذيك مرت عم راجلها جات زعما باش تواسيها، قالت ليها بنتي ما يبقاش فيك الحال يعني، وهذه هي الحياه وراه الموت بيد الرحمن، وان شاء الله يا ربي يبدل المحبه ديالو بالصبر، وان شاء الله تقدري تواكبي الحياه ديالك والحياه ديالك راها مازال قدامك. المهم السيده مسكينه لقات داك مرت عم راجلها زعما نعمه المراه، وقفات بجنبها وقالت لها الا احتاجتي شي حاجه مرحبا بك. صافي السيده مسكينه لقات الحمل ثقال عليها. دازوا ايام وايام وايام، معمرت عم راجلها كانت خلات لها الرقم ديالها وقالت لها الا احتاجتي شي حاجه ما عليك غير اتصلي بيا. بالفعل واحد المراه مسكينه قنطات ولا قنطات حتى رحمه الله، عيطت لمرات عم راجلها وقالت لها افلانه راني وقفت عليك، راه ما لقيتش تشرب باش نخلص الكره. بقات ديك السيده غير كتشوف، قالت لها اودي انا من هنا واحد نص النهار غادي نجي عندك للدار، تسنيني تما. هاد السيده هادي كتسكن في يعني في المدينه اللي ساكنه فيها، يعني في نفس المدينه، وبالفعل جات عندها وقالت لها نوضي جمعي حوايجك غادي تمشي معايا للدار. هاد السيده هادي ميسر عليها الله، عندها تبارك الله بزاف، يعني ما يتحصل بات عليها. حتى هي مسكينه ارمله والزوج ديالها مات يعني سكتة قلبية، عندها وليداتها عايشين معاها كاملين في دار وحده. قالت ليها غادي تعيشي معايا انت وليداتك، واللي قسم الله كلي وشربي معانا وما يخصك حتى شي خير. بطبيعه الحال السيده رفضت، قالت ليها لا ما يمكن ليش نعيش معاكم، بحكم ان خوتها ووالديها ما عقلوش عليها، والديها اصلا كيكونوا مع خوتها وعيالاتهم ووليداتهم، يعني ما غاديش يقدروا يستحملوا يهزوا اختهم ووليداتها. فاضطرت مسكينه انها تمشي مع ديك السيده لان ما لقاتش بديل. مشات معاها قالت لها اجي تمشي معايا بعدا تشوفي فين غادي تسكني، ولا ما عجبكش الحال داك الساعه عندك القرار. داتها للدار اللي كتكون من 4 ديال الطبقات والسطح، اللي تا هو فيه جوج بيوت وكوزينه. طلبت منها السيده قالت لها عافاك الا كنتي بصح باغا ديري في هذا الخير وتسكنيني معاك، انا برك عليا غير داك جوج بيوت اللي عندك في السطح. قالت لها لا انت ماشي دجاج عندك الفلات باش انا نربطك في السطح، انت غتسكني معانا في الطبق اللي عجبك هانتيا فيه. بحكم هاد السيده عندها جوج ولادها مزوجين معاها في الدار، واحد شاد الطبق الارضي والثاني شاد الطبق الثاني، والاب والام شادين الطبق الثالث، وكان عندهم يعني كيهبطوا ينزلوا في الطبقه الاخرى اللي عندهم حتى ديال الضياف وحتى خاويه ما فيها حتى شي واحد. كان عندها واحد الولد كانت ناويه تجوجو. صافي قالت لها الا بغيتيني نسكن معاك قبل الشرط ديالي اللي هو نسكن معاك في هذوك جوج بيوت وكوزينه اللي عندك في السطح.
البركة عليا مع وليداتي. صافي قبلات وقالت ليها ماشي مشكل. المهم بقات كتهز الرحيل ديالها كامل بشدته في داك السطح في دوك البيوت، حطات مسكينه رحيلها وعلى ما كتعاود سكنت معاهم كانت واكله شاربه من فضل الله ومن فضلهم. ومن بعد قررت انها تنوض وتخدم. هضرات مع ديك السيده مرت عام راجلها، قالت ليها افلانه انا بغيت نخدم حتى انا على وليداتي، انا ما غاديش يعني تبقاو نتوما دائما هازيني. قالت ليها ما قلتي واخا نهزوك حتى نيا، مرة ضروري ما غادي يخصك نتيا مصاريف ديالك الشخصيه اللي ما غاديش نقدروا حنا نلبيوها لك. بالفعل تلقاتها مع ولدها اللي كان داك ولدها كيجي غير من الليل، واخا كيعرفات السيده ما كانتش كتشوف هي وياه، ما كانوش كيتشافوا بزاف. هاد السيده هاد السيد هذا مزوج واحد المراه اللي كانت كبر منه وكانت خدامه بفلوسها. المهم السيد هذا واحد النهار جمعتهم الام ديالو مع هاد السيده وقالت ليها فلان هاد السيده راه باغا تخدم، والله هذيك ولدي اللي كتعرف شي خدمه في شي بلاصه، ها انت ديري عليها دير ليها شي خدمه، وهذا انت زعما يديك راه طويله. انا الصراحه كيما قالت لي السيده قالت لي باللي ما عندها لا شواهد لا شي حاجه، ما قاريه يعني قاريه غير اللي قسم الله، ولكن ماشي لذاك الدرجه ديال انها واصله كيف ما قلت لكم، حبست في السادس ابتدائي. صافي جلسوا شربوا واحد كاس د اتاي وقالت له اولدي شوف لها شي خديمه الله يعطيك ما تمنيتي على وجه دوك اليتامى، شوف حالتها الله يعطيك السر. صافي بالفعل داك السيد هذا قلب لي على واحد الخدمه عند واحد المدير ديال البنكه تخدم عنده في الدار، وقال لي اودي انا ما بغيتلكش تخدمي ميناج، يعني انا مرت ولد امي ما غاديش تمشي تخدم، ولكن انت ما عندك لا شواهد لا حتى شي حاجه، هادشي اللي لقيت لك بغيتي تخدمي خدمي، وما بغيتيش انت واكله شاربه معانا طريف ديال الخبز. قالت لي انا ما عنديش مشكل نخدم. بالفعل مشات ديك السيده عند ديك المدير ديال البنكه، لقاها معاه ولد ام راجلها، تفاهمت هي وياه في الثمن، جاب الله التيسير، جاب الله هذيك الدار ديال ديك السيد قريبه للدار ديال ولد ام راجلها. صافي خدمات مع داك السيد واحد المده كما كتقول هي 6 شهور، صراحه ما هلي فيها لا هو ولا المرض ديالو، كانت عايشه بخير. وعلى خلت لواحد النهار غواها الشيطان مع هذا السيد هذا اللي هو ولد ام راجلها، واحد النهار كتعاود بلي كانت الدار خاويه ما فيها لا مرتو، ما فيها حتى شي حد لا الزوجه ديالو، لانهم كانوا مسافرين والاب والام ديالو كانوا مشاو للعمره. خلات لي هاد الدار، قالت لي فلانه هانتي قابلي راكي في الغيبه ديالي في بلاصتي، قالت ليها غير كوني هاني. بالفعل هي اللي كانت كتسخر. هاد السيد هذا الزوجه ديالو مشات عند الاهل ديالها، اضطرت انها تبقى هي وياه في الدار، حيت هو كان كيجي غير من الليل. كتعاود واحد الليله ناضت كدير الميناج للدار نسات راسها، قالت لك يعني تحزمت وترزنت ولقت الموسيقى وجالسه تشطح، يا ما تشطح يا ما المهم، وكدير الميناج حتى كيدخل عليها السيد ولقاها محيحة تما فين غادي تبدا القصة ديالهم. بحكم بدا كيضحك معاها قال ليها ناشطة مع راسها، كي حشوت منه يعني قادت دغيا الوقفة ومشات بالجري الكوزينة تبعها، قال ليها ما عندك ليش تحشمي الدار، داركم ديري أي حاجة خدي راحتك. المهم هذيك الليلة لما قالت أنها بدات العلاقة ديالها بالنظرات وقعوا لمسات وغمزات حتى طاحت هي وياه في الحرام، وصدقات دايره هي وياه اللي ما كانوش كيعتقدوه وما كانوش يعني ضانينه نهائيا. قدر الله فهاديك الوقيته هاديك بحال اعاده الحسابات ديالها، عاودت الحسابات وعرفت بلي داكشي اللي دارتو غلط. صافي تابت الله وجمعت راسها، دازو سنوات على العلاقه مع داك الراجل هذاك، ما بقاتش شافت لجهته حتى هو كذلك، فقط واحد النزوه فرغوها في بعضياتهم وندموا اشد الندم على ما قالت انها وعدت نفسها وعدت الله انها عمرها ترجع دير داكشي، لان دوك الناس وكلوها من خيرهم وسكنوها في دارهم وما خصهاش تطع اليد وتعض اليد اللي تمدد ليها. دازو سنوات وهي معاهم في نفس الدار، عمرهم ما نقروها ولا قالوا لها علاش ولا كيفاش، لدرجه انها الحمد لله يسر لي الله ولات كتخلص مزيان ولات كتخدم شحال من خدمه. ومن بعد طلبت منهم انها تمشي تخرج تكري، ولكن رفضوا ما خلاوهاش تكري وقالوا لها نهائيا واش تعاودي تكري ولا تمشي تكري. بالفعل ما كرهتش، دازوا سنوات وسنوات وسنوات، وصلت لواحد السن اللي زعما صراحه راشده وكبيره ماشي صغيره، عاودت طاحت في نفس المشكل اللي طاحت فيه في الاول مع داك السيد اللي هو ولد عم راجلها، دارت معاه الحرام. وهاد المره هذه هي اللي جبدات، وعلى ما قالت كان كيعجبها بزاف حتى هي توحشات انه يكون عندها راجل في كتابها ويحس بيها، هي ما عندهاش الزهر وهو ما عندوش الزهر مع مراته، ديما هي ويا في المشاكل حيت مرت ولد امها هي اللي كانت يعني هي اللي كانت كتشكي ليها من الروسه وكتقول ليها بلي ولدها ما عايش
عايش ويعني معايش مزيان مع مراته. المهم كتقول هاد السيده انها رجعت معاه في الحرام ودارت معاه اللي ما كيدارش. هاد السيد هذا استغل الفرصه وسجلها وصورها معاه في واحد الوضعيه غير لائقه، لانه بغى يشدها في الدار. يعني فاش دارت معاه العلاقه اول مره، واخا كان كيطلبها ما كانش كتبغي، وهاد المره دار ليها التسجيل ودار ليها كذلك كاميرا وسجلها معاه وقال لها الا ما بقيتيش تبغي تقضي الاغراض ديالك غادي نشوه قدام والديك وخوتك والعائله كامله. دابا المشكل الكبير، هاد السيده جات على قبلو كترغب تطلب فينا ان هاد السيد كيهددها وكيقول لها الا ما مارستيش معايا الحرام انا غادي ندير لك ونفعل لك وندير لك. دابا هادي كما كتقول شي تقريبا شي عام وهي معاها العلاقه وما قادرش كاع تبعد، وملي كتقول له تزوج بيا كيقول لها ما يمكنش، انا مرتي قبيحه وعائلتها واصلين وانا واكل الخير باها، وإلا مشيت حتى طلقت راه ما غاديش يكون عندي مستقبل. ونيت هي ما والد معاها لا ولد ولا بنت، لانها اصلا ما كتولدش وحتى هي كبيره عليه. المهم هي كتقول لك هاد السيده كتبغي كتحماق عليه، ولكن في نفس الوقت ما باغاش دير معاه الحرام اكثر من هكذا، باغا غير يتزوج بيها. ولكن الوقت اللي كتطلب منه هاد الشيء كيقول لها لا انا ما عمري غادي نتزوج بكم وغتبقاي معايا هكذا، مع العلم ان خطبوا فيها بزاف ديال الناس ولكن عمرها ما ارتاحت لشي واحد. هي كترد اللوم على راجلها وعائلتها اللي ما خلاوهاش اصلا تخرج تشوف العالم كيفاش داير، وتقول باللي تضحك عليها من طرف هاد الشخص هذا. وهي دغيا مالت ليه، لان ما عندهاش راجل في الكتاف ديالها اللي يلبي ليها الرغبات ديالها. وكتقول لكم عفاكم الله يجازيكم بخير، شنو نقدر ندير مع هذا السيد، لانني انا بصح باغا نسالي مع هذه العلاقه اللي كنشوفها حرام مؤخرا. كتقول باللي مرضت واحد المرضى وصلتها للموت، ولات كتفكر غير في الله في الاخره كيفاش غادي تكون مع سيد ربي. بغات توب، ولكن الوقت اللي كتعرض عليه يعني وكتقول له ما بغيتش، داكشي كيهددها وكيصيفط لها دوك التسجيلات ودوك الصور اللي فيهم هي بواحد الوضعيه راه حاله لا يرثى لها، اللي ما بغيها لا ربي ولا الابد. كتقول لي اختي راه مصورني بحال خلقني بحال خلقني سيد ربي، وانا في هذاك العمر ما قدرش اصلا نواجه حتى شي واحد ونقول ليه انا راه ولدكم صورني ولا مشي نعاود لشي حد، لانني خفت حيت انا كبيره ماشي صغيره في العمر، راهم يعني حاجين وجالسين كيسبحوا ويعبدوا الله، ولكن انا مشيت للطريق ديال الحرام. ودابا هاني فين وصلت، محترم حتى الموت ديال راجلي لوليداتي اللي كبروا تبارك الله. البنت عندها العرس غادي تتزوج، لان هادي 10 سنين باش مات الاب ديالهم، كانت رافضه الزواج لانها كانت باغا تخدم وتوصل. فعلا خدمت ووصلت لك شي اللي بغات، وكانت باغا تخرجي من هاد الدار. كتقول لي يا ماما نمشي وغادي نشيل لك الدار وغادي ندير لك ونفعل لك. كتقول لي يا بغيت نشري لك داكشي اللي كتمني. قلت لها ابنتي شري غير راسك، انا راني عايشه مع الناس مرتاحه، لانه الحقير فيما كان بغي نخرج كيقول لي هنا احسن لك، وهنا كتجيني قريبه للاب. الابن ديالي كذلك تبارك الله كبر وخدم وصل حتى هو، ولكن انا حاصل حشمت من ولادي، حشمت صراحه من راسي. انا كنشوف عيني في عيني، انا كندبل وكيطيح مني النص، كنقول دابا انساني او ويلي دابا ساق الخبر شي واحد لهذا الشيء، شنو غادي ندير في هذه الحاله هذه. المهم هذه هي المشكله ديال هذه السيده، كتعاود كتطلب كترغب كتقول لكم هالعار انا مزوكه فيكم الا شوفوا لي الحل اللي غادي ندير مع هذه السيده، راه الحمل ثقال عليا وراني شحال من مره كنحاول نتاحر من داك العماره اللي ساكنه فيها مصطح، ولكن ما كنقدرش. كيلومني الضمير ديالي وكيقول لي لا كي ان ابني، كيقول لي انت غلطه وخاصك تصلحي الغلط اللي درتي اول مره، وهذا الشيء علاش قصدتكم المقصد هو الله. الله يجازيكم بالخير الا ما عطيوني الحل، وشكرا اختي حيت سمعتي ليا. وصراحه غير سمحوا لي على التعاويذ، قبلوا ليا انا غير بغيت ناخذ راحتي وباش نعاود لكم القصه ونوصلها لكم كيف بغاتها مولاتها. القصه ديال الاخت ديالنا اللي كتطلب وكترغب وكتقول لكم العالم شافوا لي شي حل وعافاكم بلا ما تجرحوني وغير ما ديوش فيا، لانني انا راني وصلت لواحد المرحله اللي راني بغيت نمشي عند الله مرضيه. وسمحوا لي بزاف حيت طولت عليكم، وشكرا على الاستماع ديالكم، خليتكم على خير.